صباح الخير يا سابع، إن شاء الله رح ناخد درس الثاني اليوم من وحدة نظام التشغيل واللي هو مكونات سطح المكتب. إذا نتذكر يا مس شو أخذنا بالحصة الماضية، تتذكروا إنه أخذنا أول إشي مفهوم نظام التشغيل هو الويندوز، حكينا هو مجموعة من البرامج الأساسية التي تقوم بإدارة الحاسوب، تتحكم في الأعمال والمهام جميعها التي يقوم بها. إذا هو الأساس بعمل جهاز الحاسوب، ولو عنا احنا معدات جهاز الحاسوب اللي هي الشاشة الكيبورد الماوس، اذا ما كان عندي انا نازل عليه الويندوز اللي هو نظام التشغيل، احنا جهازنا يعتبر مش جهاز ولا بنقدر نشتغل عليه ولا نستخدمه. اذا الاساس للعمل على جهاز الحاسوب حكينا هو نظام التشغيل وهو ايش؟ الويندوز. وحكينا عن اهم وظائف نظام التشغيل او المهام، انه بتحكم بنقل البيانات داخل الحاسوب، بنظم عمليات حفظ البيانات، بتحكم بالمعدات، بكتشف وين المشكلات وبحاول معالجتها، وبتفاعل مع المستخدم بالاستجابة لأوامره. تمام، وحكينا عن مزايا نظام التشغيل، وحكينا كيف نبدأ العمل بنظام التشغيل، انه بنشغله عن طريق كبسة الباور الموجودة على صندوق الجهاز، وحكينا او انه شاشة بتظهر عندنا هي شاشة الديسكتوب اسمها سطح المكتب، وحكينا كمان عن استخدامات الفأرة، وحكينا انه شكل الفأرة عبارة عن سهم بيتجه لليسار. حكينا من اهم استخدامات الفأرة، حكينا لها كبستين، كبسة يمين وكبسة يسار. حكينا الكبسة اليمين لها استخدامات رح نحكي عنها لاحقا، وحكينا عن الكبسة اليسار اللي هي لها اربع وظائف اللي هي التأشير والنقر والنقر المزدوج والسحب والإفلات، وحكينا عن الطريقة الصحيحة لإغلاق برنامج الحاسوب. اليوم إن شاء الله رح نجي نبدأ ونحكي عن مكونات سطح المكتب. رح ناخد هذا الدرس يامس على حصتين إن شاء الله، على جزئين. رح نتعرف بهذا الجزء شو هي مكونات سطح المكتب، تمام، ورح نحكي عن كل مكون، تمام، ورح نحكي بالجزء الثاني عن الوظائف التي تؤديها تلك المكونات وإيش العمليات التي يمكن إجراءها عليها. هلا اول شيء حكينا قلنا انه الشاشه الرئيسيه التي تظهر فور تشغيل الحاسوب شو بنسميها؟ حكينا هلا احنا بفتح انا جهاز الكبسه الباور الموجوده على جهاز على الكيس اللي هو ايش؟ صندوق النظام، تمام. هاد شو اسمه؟ او بنحكي لها احنا سيستم يونت، او بنحكي لها الكيس. لما اكبس على كبسه الباور كبسه التشغيل بتظهر عندي شاشه رئيسيه، تمام. هاي الشاشه الرئيسيه شو بنسميها؟ حكينا بنسميها سطح المكتب. اذا تعريف سطح المكتب هي الشاشة الرئيسية التي تظهر فور تشغيل الحاسوب، تمام؟ هلأ بتكون سطح المكتب من ثلاث أجزاء رئيسية، عندي الأيقونات، عندي شريط المهام، وعندي زر ابدأ. إذا أنا في عندي ثلاث أجزاء بتكون منها سطح المكتب، الأيقونات، شريط المهام، وزر ابدأ. إذا نطلع يا مس على هذا الشكل الظاهر معانا هون، شايفينه هذا الشكل، في عندي أنا هاي هذا كامل اسمه سطح المكتب، تمام. سطح المكتب بتكون من ثلاث اشياء، تمام. سطح المكتب بتكون من ثلاث اشياء. اول اشي عندي الايقونات، تمام، في عندي شريط المهام، وفي عندي زر ابدا. اذا بنلاحظ احنا الايقونات وين موجوده؟ شوفوا السهم وين بيروح. السهم بيروح على هاي المجموعه كامله، شايفينها؟ السهم بيروح على هاي المجموعه كاملة، شايفينها؟ هاي عبارة عن الأيقونات، تمام؟ إذا بدنا نأشر على شريط المهام، شوفوا وين راح يروح السهم. الشريط الكامل الممتد أسفل سطح المكتب هذا كامل، شايفينه يمس اللي بأشر عليه؟ يعني هذا فيات الوقت والصوت وهاي الأدوات كاملة، التولز مع هدول الأشكال كامل، هذا الشريط اسمه شريط المهام. وثالث إشي زر ابدأ، شوفوا وين راح يروح ليامس؟ هاي الكبسة الموجودة هون، هاي اسمها سطح المكتب، تمام؟ اسمها سطح المكتب. إذا حكينا الستارت اسمها سطح المكتب، تمام؟ أشرنا عليهم، هاي شريط المهام، وآخر إشي زر ابدأ، تمام؟ هلا نيجي نحكي على أول جزء وهو الأيقونات. ما هي الأيقونات يا مس؟ هلا الأيقونات هي عبارة عن صور بأشكال مختلفة تلمس كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين. إذا هي عبارة عن صور بأشكال مختلفة بيرمز كل منها إلى، يا بتكون برنامج اللي هي أبليكيشن أو أي تطبيق، يا بتكون مجلد، كلنا بنعرف شو هي المجلدات، هذا الفولدر الأصفر، أو ملف معين إنه هذا الملف بيرجع لصورة، بيرجع لملف وورد، بيرجع لملف إكسل، تمام.